النهارده ما نقول كده على وش كده لما اناقش الاستاذ اسامه فيما يكتبه اسامه خليل تقصد اسامه خليل فيما يكتبه عن النادي الاهلي. انا بناقش ايه؟ بناقش راجل انا عارف تقله وعارف قوته الاعلاميه وعارف ان هو راجل صنايعي وانا بحبه في دي وبحبه في حاجات تانية، لكن مختلف معاه تماما في علاقته بالنادي الاهلي. يعني احنا بنقول ايه؟ احنا علاقتنا بالنادي الاهلي بالكيان مش بالاشخاص. وصلت ان انا بقول لك انا عاشق الكابتن صالح سليم لكني لست رجله. محدش هو مثلي الاعلى ولكني لست رجله. مش راجل حد. لكن خلافي معاه ايه بقى؟ هو العكس. هو لا يحب الكيان ولكنه رجل احد بيمثل هذا الكيان. فتجد كل كتاباته لحد النهارده دفاع عن الشخص وهجوم على الكيان. هجوم على الكيان في من يمثلوه. هو عمره ما طلع يا جمالك يا عظمتك يا اهلي، عمره ما قالها. انما يقول لك عبد القيعي المنيسي الاستاذ العمري فاروق الكابتن محمود الخطيب الكابتن حسن حمدي، ما بيقولش عمره حاجه ايجابيه ويقول ايه النادي الاهلي ادى النموذج وتعلمه منه. اتحدى وانا قلت الاختبار اللي بيني وبينهم خمسه سته اللي هم دفع بيهم داخل النادي الاهلي والحقيقه نجحوا نجاح باهر في القضاء على ظاهره ما يسمى بالاعلام الاحمر. نجحوا. 80% دلوقتي من الاعلام مش موجود. 80% اعلام مضاد. وانا بقول ما انت مكتب اعلام مش على هويتي لكن مش مضاد. فاهمني؟ يعني انا اعلام اهلاوي بس مش مضاد للزمالك، بدليل ان عمرنا ما انتقدنا نادي الزمالك هنا. عمرنا ما ناقشنا حاجه ازاي يطلع رئيس النادي يقول كذا ولا يقول كذا. عمرنا رغم ان في حاجات ما نقدرش نفوتها وتخص النادي الاهلي. يعني برضو احنا مش دي النقطه الثالثه المهمه يا جماعه، اللي هو علاقتنا احنا كبرنامج بالانديه المنافسه وعلى راسها نادي الزمالك باعتباره المنافس التاريخي للنادي الاهلي. احنا مش معنيين بشان نادي الزمالك على الاطلاق. كل ما يصدر له رجاله نادي الزمالك هم حرين بيه او لا، لكن بيه. احنا معنيين بما يصدر من نادي الزمالك او من غيره يخص النادي الاهلي. يخص النادي الاهلي ليه؟ طب احنا عشان كده بقول لك احنا مش اعلام معادل نادي الزمالك. حد يقفشنا واحنا بنحاول ننخور في قرارات مجلس الاداره ولا نلقح عليهم كلام. واخد بالك؟ ابدا. احنا مشغولين بنفسنا وانا مندهش. هو الاهلي ليه في جمله مفيده باستمرار هناك؟ يعني ما ينفعش ان طول النهار اصل الاهلي يا سيدي. انت عامل حاجات كويسه فعلا في ناديك. وانا حتى وانا بقول للاستاذ اسامه خليل طب ما تنشغل شويه بالايجابيات اللي بتحصل في نادي الزمالك وهي كثيره. انت مالك ومال الهجوم على الافراد في النادي الاهلي دفاعا عن شخص انت بتحبه؟ ورغم كده هنقول انت حر بس في توقيتها لما يجي انتخابات. انما الان دي عمليه تخريب. وانا اتحدث ليه عن الاستاذ اسامه؟ زي ما قلت لك لانه راجل عنده من الخبره عارف هو بيقول ايه وعايز دي توصل لايه، ولانهم اتفقوا مجموعه ينقوم الزمالك هنوقع الاهلي. فطبعا انك توقع اسهل من انك تقوم. فهو دي الخطه اللي ماشيين بيها بقالهم مده. ولذلك ذهولي اللي مش عارف والله افهمه لحد النهارده كيف دخلوا هذا الى دولاب العمل في النادي الاهلي ودخلوا الاوض عندنا واللابتوب بتاعنا. ازاي تسللوا الى حياتنا؟ ازاي يعني ايه الفكره؟ يعني الم يكن هناك من الشباب الاهلي ما يمكن احتضانه يا سيدي ويبقوا ليهم ولاء شخصي كمان للي بيحتضنهم؟ ولذلك انا من هنا ما زلت اقول الصوره مخيفه الإعلامية المستقبلية. الصورة الإعلامية يا أستاذ إبراهيم مخيفة. هيندثر من يتحدث باسم النادي الأهلي مستقبلا إذا لم يتنبأ النادي الأهلي لاحتضان
كوادر مشرفة تعرف يعني ايه تاريخ الاهلي وثوابته، بدل ما تنجرف في همهمات السوشيال ميديا والجدلية الدائرة اللي للأسف الشديد لما جمهور الاهلي بيتبناها بيستفاد منها في الهجوم على الاهلي. بعض جماهير الاهلي فيما تكتبه بيتخذ ركيزة ودليل للهجوم او منصات للقفز منها على مصالح النادي الاهلي. عايزين يا جماعة، وأنبه مرة واثنين وثلاث، قولي الأمر يا جماعة، الصورة والله صدقوني وفي القريب العاجل، يعني الأربع سنين اللي فاتوا دول أثروا جامد جدا جدا. شوف الشاشات اللي حواليك، ها، وعدد البرامج، وقول لي إذا كان في 10 أو 15% منها، ها، هتقول لي في 2-3 محايدين. في 2-3 قادرين يسيطروا على عواطفه، قادرين يسيطروا على عواطفه، عواطفهم اللي هي في الاصل، لا هي في الاصل، لا طبعا مع زمالك، لا طبعا هم حتى في ناس منهم بتجاهر بهذا، بس قادرين يسيطروا. لكن في ناس، ما هو اللي ما اللي الناس المنافس بتاعك اللي هو احنا بنركز على الزمالك فيه لانه هو الاقوى والاكثر وضوحا والمنافس، خلينا انواع منهم زملكاوي بيحب النادي جدا، ما عندوش اشكاليه مع النادي الاهلي، غير في حته مين قال لك ان انت احسن مني، ماشي حقك تشوف نفسك احسن واحد. وفي منهم اللي مش ماشي في اطار المنافس، لا في اطار الخصومه، يبتدي يزعل منك بقى كمان، ايه الاهلي ده، مين الاهلي، لغه مختلفه. وفي منهم من يناصبك العداء. جزء ممن يناصبك العداء كان في دولاب العمل والإعلام المحيط بمتخذ القرار، وده لما نقوله لا في تجاوز ولا في تجاوز على الحقيقة، لأنهم لحد النهاردة موجودين، ولحد النهاردة طلعوا الشهر اللي فات لما لقوا إن الفرصة سانحة. فلما يجي حد يقول لك فلان الفلاني ده راجل محترم قوي مؤدب قوي، رغم انه ما بيحبكش لكن الناس كلها بتشتمك وهم يعني ما بيشاركش، حلو، بس لما يبقى ابنه بيشتمك وما بيقولوش عيب، ايه رايك في دي؟ ايه رايك في موقفه؟ لما يبقى هو عارف ان اللي انت محتضنه ومتوليه وبتنميه، ها، هو منطلق في الانقضاض على رموز النادي الاهلي تحطيما وعلى قيم النادي الاهلي تشويها ويعني إلغاء، وبعدين أنت ما بتشتمش وما بتقولش عيب. صح، أنا مستني كلمة عيب، أنا مستني كلمة عيب وستوب. زي بالظبط كده يجي يقول لك فلان ده أصله مش عارف إيه، مش عارف، ما بيستنكرش أي حاجة ضد البلد، ما يستنكرش الانفجارات، ما يستنكرش، لا استنكر، خلي الموقف يبقى ظاهرة، يبقى أنت في الحالة دي على رأسنا. إذا لم تستنكر فأنت موافق ولا إيه؟ صح، السكوت علامة الرضا.